بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، أحمده كما هو أهله وكما يحب أن يحمد وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبه المجتبى وأمينه المرتضى المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله، عبده ورسوله، اختاره لشرح حقائقه، واختصه بعقائل كراماته، واصطفاه لكرائم رسالاته، فوضحت به أشراط الهدى، وانجلى به غربيب العمى، فصلى الله عليه وآله صلاة كثيرة طيبة نامية زاكية متواصلة لا ينقطع أولها ولا ينتهي آخرها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وكثرة حمده على آلائه ونعمه، فاستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته ومجانبة معصيته. وأوصيكم ونفسي بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، فإن غدا من اليوم قريب، ألا وإن أبلغ الحديث عظة كتاب الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من خيرة عباده المتقين الصالحين، إنه سميع مجيب. أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، تمر بنا هذه الليلة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا ثامن أئمة الهدى الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين النجبى. وبهذه المناسبة الأليمة نرفع العزاء كل العزاء إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، وإلى نوابه بالحق مراجعنا العظام، وإلى شيعة آل محمد ومحبيهم كافة، وإليكم أيها الإخوة الكرام خاصة، سائلاً العلي القدير أن يعظم لنا ولكم الأجر ويجزل لنا ولكم المثوبة، إنه سميع مجيب. وبهذه المناسبة نجعل حديثنا مستلهماً من عطاء وفكر ومواعظ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. تحدث الإمام عليه السلام عن مفهوم العمل لوجه الله، الموضوع تحت عنوان مفهوم العمل لوجه الله عند الإمام الرضا عليه السلام. يدخل على الإمام عليه السلام ابن عرفة، فيقول له الإمام: ويحك يا ابن عرفة، اعملوا لغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل. ويحك، ما عمل أحد عملا إلا رداه الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في هذه الكلمة
الإمام علي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يوجه نصحا وموعظة إلى أحد مريديه وأصحابه، يقول له: اعملوا لغير رياء ولا سمعة. حذر الله سبحانه وتعالى من الرياء في كتابه الكريم، وجاءت الروايات بذلك متضافرة على التحذير عن الرياء وعن أيضا العمل للسمعة، وأمرت بالعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العمل لوجه الله سبحانه وتعالى هو الباقي، العمل لوجه الله هو الذي يتضاعف وهو الذي ينمو عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من أراد العمل لوجه الله فالله سبحانه وتعالى ينمي له ذلك العمل ويضاعفه له أضعافا كثيرة. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء، فيه مثقال ذرة من رياء لا يقبل. والرياء مبطل للعمل، الرياء من مبطلات العمل. لو أن إنسان يصلي وراء في صلاته بطلت صلاته، يعني من نواقض الصلاة أن يصلي الإنسان رياء والمعاذ بالله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إياك والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. يكله الله إلى من عمل له، وماذا سيعطيه من عمل له؟ ماذا يحصل؟ ماذا سيحصل على من عمل له، سواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة؟ طبعا في الآخرة لا أحد يملك شيئا، وفي هذه الحياة الدنيا أيضا الخير والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا تزلف شخص إلى شخص، تزلف إلى سلطان أو تزلف إلى شخصية من الشخصيات وأعطاه نتيجة ذلك التزلف شيئا، فإنما يعطيه قطعة من نار جهنم والمعاذ بالله. سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قائلا يقول: قرأت البارحة سورة البقرة، فقال: ذلك حظه منها. خلاص حظه منها أنه أسمع الناس، هذا حصل، سمعنا أن قرأ سورة البقرة، يريد وصل للناس أنه قرأ سورة البقرة، فذاك حظه، يعني حظه الذي حصل أنه سمع الناس، دروا الناس، درينا أنه قرأت سورة البقرة. طيب وده درينا، احنا وش بنسوي لك؟ ماذا سنفعل لك إذا درينا؟ فقال: ذلك حظه منها، حظه منها ان احنا درينا سمعنا.
وفي مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله تعالى عنه يخاطبه قائلا: يا أبا ذر اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. لا تر الناس تلبس مسوح الإيمان وتتزيى بزي الإيمان وزي الصالحين وتتظاهر بمظاهر الصالحين ولست منهم. فقط الهدف من ذلك أنك تريد أن يكرمك الناس وأن يحترمك الناس والقلب والمعاذ بالله فاجر. وهذا الذي كان عليه السامري. السامري تظاهر مظهرا أنه إنسان صالح من الصالحين، وتبتل وتنسك وتعبد، وظنوه أنه إنسان ذو منزلة كبيرة ورفعة عظيمة. فلما ظنوه ذلك والمعاذ بالله وجذب قلوب المغترين به لذلك المظهر، والعياذ بالله، قام صنع لهم عجلا ليعبدوه من دون الله. بعض الناس يفعلون كذلك لكي يتوصلوا إلى مآربهم الخبيثة، يتظاهر بالتزهد والتنسك والبعد عن الدنيا لكي يصل إلى غرضه الخبيث الذي يريد أن يصل إليه. ثم بعد ذلك إذا توصل إلى هدفه نبذ ذلك المظهر وبانت حقيقته. يقول السامري فيما حكى الله سبحانه وتعالى على لسانه: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قبض قبضة من أثر الرسول، أخذ يتظاهر بآثار الرسول وصفات الرسول. يا أبا ذر اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. الرياء يمحق العمل والمعاذ بالله محقا، ومن المبطلات للعمل. كذلك أن يعمل حينما يعمل الإنسان للسمعة، يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء ولا سمعة. السمعة كذلك أيضا من مبطلات العمل، أو من الأمور التي تمنع قبول العمل. السمعة حاجز عن قبول العمل، من عمل سمعة فلكي الناس تمدحه ولكي الناس تعجب به فذاك، والمعاذ بالله، ذلك العمل لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء مجموعة من الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، يفرحون بما فعلوا. إذا خرج المسلمون مع رسول الله للجهاد فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا، احنا ما طلعنا افتكينا ما طلعنا، ففرحوا بذلك.
فيحبون أن يفرحوا، يفرحون بالمعصية والمعاذ بالله بخلاف بمخالفة رسول الله، فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا رجعوا المسلمين بالناصر أخذوا يتفاخرون بذلك الناصر على أنه من صنعهم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب. البارحة جاء أحد الشباب قرأ دعاء كميل هني في مسجد، واحد من شباب الربيعية، وأعجب أحد الحضور بصوته، طلع قال ما شاء الله هذا من تربيتكم أبو محمد. قلت له الصوت من عند الله، أنا ما أعطيته الصوت، الصوت موهبة من عند الله، لا أنا أعطيته الصوت، إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الصوت الجميل، وهو استعمل صوته في طاعة الله، جاء استعمل صوته في الدعاء في العزاء في المناجات، ما راح استعمل صوته الجميل في الغناء والطرب والملاهي. فهذا الصوت أنا ما أعطي الصوت، أنا اللي أعطاه الصوت الله سبحانه وتعالى، والذي منحه تلك الموهبة هو الله سبحانه وتعالى. فتحصل بعض الناس هو ما فعل العمل ويروح يتبنى العمل ويحب أن يحمد أيضا بذلك العمل الذي هو لم يفعل. وساعات يقول إحنا سوينا، لا وإحنا فعلنا وإحنا كذا وما شابه ذلك، والحمد لله قمنا بنشاط كذا وعملنا كذا، وهو ليس له نصيب ولم يشارك في ذلك العمل بشيء بتاتا، ويحب أن يحمد. بعد إذا واحد يعني عمل ويحب أن يحمد بما عمل ذاك أهون، إلا أن بعض الأشخاص يحب أن يحمد بما لم يفعل. المؤمن ما يحتاج يتحدث أنا عملت وأنا فعلت، الله سبحانه وتعالى يجعل له لسان ثناء على ألسن الناس، ويجعل له لسان صدق على ألسن الناس، ويجعل لذلك اللسان الصدق خالد، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. ثناء يثني عليه المؤمنون ويمدحه المؤمنون ويقول أنا لست أهلا لذلك الثناء، ولكن أنت الله سبحانه وتعالى نشرت ذلك الثناء على ألسن الناس وجعلت الناس تمدحني وتثني علي، وأنا إنما تلك من فضلك وكرمك يا رب العالمين. إذا عمل الإنسان لوجه الله وكان عمله خالصا لوجه الله ما يحتاج أن يأتي أحد لأن أو يحدث بما عمل، الله سبحانه وتعالى ينشر المدح والثناء على ألسن عباده. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام في الدعاء مكارم الأخلاق: وأبرئ قلبي من الرياء والسمعة والشك في دينك. أبرئ قلبي. من قرأ القرآن يريد به السمعة والرياء بين الناس
كما جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن يريد به السمعة والرياء بين الناس لقي الله يوم القيامة ووجهه مظلم ليس عليه لحم، وزخ القرآن في قفاه حتى يدخله النار ويهوي فيها مع من يهوي. القرآن يدخله النار لأنه لم يقرأ القرآن لله، وإنما قرأه لغير الله، وقرأه سمعة ورياء وتزلفا للآخرين. دخل الرئيس حسني مبارك رايح حفل، وكان في قارئ قرآن يقرأ، فقرأ هذه الآية: وهذا كتاب أنزلناه، وسكت. بعدين قال: مبارك فاتبعوه. مبارك فاتبعوه. يتزلف بكتاب الله أيضا، ويحور كتاب الله لخدمة أيضا الذين يريد أن يتزلف إليه. مبارك فاتبعوا. مر بهلول على مسجد يبنى في بغداد وبه زخارف وجمال ولا زال في طور البناء، وقد كتب الباني اسمه على في لوحة وعلقها على المسجد. فمر عليه بهلول قال له: من بنى هذا المسجد؟ قال: ما تشوف اللوحة؟ عيونك داكي ما تشوف اللوحة؟ أنا بنيت هذا المسجد. قال: لماذا بنيت المسجد؟ قال: لي أنت مو مسلم، ما تعرف أن المساجد تبنى لله، وأنها تبنى لطاعة الله والصلاة والعبادة وكذا. أنا بنيت المسجد لله ولوجه الله سبحانه وتعالى. قال: لي بنيت لله؟ قال: لي نعم بنيت لله. جاء يوم ثاني بهلول وراح سواله لوحة وكتب: بنى هذا المسجد بهلول. وجو شال لوحة ذاك وحط لوحته. فجاء ذاك وشاف لوحة ما بنى المسجد بهلول، فغضب وانفعل وانزعج وقال للعمال: مين اللي حاط هاللوحة وكذا؟ قال: بهلول. قال: تعالوا معي نفتش عن بهلول. فتشوا جودوا مسكوا جابوا. كيف تحط انت اللوحة؟ اسمك انت اللباني المسجد وكذا من هالكلام. قال: انت باني مسجد لمن؟ قال: انا. تقول: انت باني مسجد لله؟ الله يدري من هو اللي بنى، انا لو انت والله ما يدري، ما في فرق، حطيت اللوحة انا اسمي والله اسمك، ما دام انت باني انه لله، إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا جيتك لي وبالعمال وتضربني وتريد تنزل اللوحة، وانزعاجك دليل على أنك ما بنيت المسجد لله، أن إن للسمعة والشهرة والرياء، بنى لغير وجه الله سبحانه وتعالى. رحمة الله على الشيخ البلاغي والشيخ عباس القمي. أهلا جناب الشيخ، تفضلوا تفضلوا، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضرب مثلا عظيما في العمل لله ولوجه الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ عباس القمي يشتغل بالتأليف والكتابة،
وأبوه كان موجود شيبة، يحضر حرم السيدة المعصومة رزقنا الله وإياكم الوصول، وكان هناك أحد المشايخ يأتي بأحاديث وعظية، محاضرات وعظية كل يوم بعد صلاة الظهر في شهر رمضان، وكان عنده كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي، ويقرأ من ذلك الكتاب ويشرح بعض ما يقوله الشيخ عباس القمي، ودائما يستشهد يقول قال صاحب كتاب منازل الآخرة، ما يقول الشيخ عباس القمي، قال في كتاب منازل الآخرة. فجاء أبوه قال لي يا ولدي أنت ما مش إلا قاعد ليل ونهار تقول تألف تألف، إذا يا ولدي بتألف ألف مثل كتاب منازل الآخرة، الشيخ اللي نروح نصلي وياه ونستمع لك اليوم ينقل عن كتاب منازل الآخرة، فإذا بتألف ألف مثل ذلك الكتاب. ما قال لأبوه يا أبتي إن كتاب منازل الآخرة لي وأنا لم ألفن. قمة الإخلاص والعمل لوجه الله سبحانه وتعالى وعدم حب الرياء والسمعة. يذهب إلى حرم الكاظميين في بغداد رزقنا الله وإياكم الوصول، ويدخل الحرم ويجلس إلى جانب أحد المؤمنين، وكان يقرأ في كتاب مفاتيح الجنان، فجلس الشيخ عباس القمي إلى جانبه وأخذ يتبتل ويصلي ويدعو، فالتفت إلى الشيخ عباس القمي وقال له شفت هذا الكتاب؟ قال له وش ما هذا الكتاب؟ قال له هذا كتاب مفاتيح الجنان مألفنا واحد من العلماء اسمه الشيخ عباس القمي، رأيت هذا التو كان كتاب الظاهر للتو مطبوع ومنتشر عند المؤمنين، مألفنا الشيخ عباس القمي وهذا كتاب قيم وكذا، وأخذ يمدح في الكتاب. ما قال له أنا الشيخ عباس القمي ولا أنا مؤلف الكتاب. فلما جاء يخرج من الحرم وشافه أحد العلماء عرفه، جاء قبله وصافح مصافحة حارة وأجل، تفضلوا شيخنا تفضلوا، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أجله إجلالا عظيما، قال ذاك من هذا الذي أعطيته هذا المقدار كبير من الاحترام والإجلال؟ قال له هذا الشيخ عباس القمي مؤلف كتاب مفاتيح الجنان. هذه حينما يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يراد منه سمعة ولا رياء، وأبرئ قلبي من الرياء والسمعة والشك في دينك، يعمل لوجه الله ويأتي بالعمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. خطب معاوية ابن أبي سفيان خطبة ونزل من المنبر وكان أحد العلماء حاضر، ما أحد أبدى له إعجابه بالخطبة ولا شيء، ولا حد يعني قال له ما شاء الله يبغى كلام من هذا الكلام. فالتفت إلى ذلك العالم قال له ما تقول في خطبتي؟ قال له ذلك العالم شر ما فيها إعجابك بها. فالإنسان حينما يعجب بالعمل أو حينما يحب أن يمدح على ذلك العمل أو يعمل للمدح والثناء والسمعة
ذلك يكون يعني يؤثر على قبول العمل ويرد عمله في وجهه والمعاد بالله، ويوكل أمره إلى من عمل له. يا ابن عرفة اعمل لغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل. ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله، رداه بذلك العمل، رداه يعني جعل عمله له رداءان. إذا كان عمل رياء فيصير رداؤه ماذا؟ الرياء. مظهره مظهر ماذا؟ رياء وسمعة. وإذا كان عمله لله يصير مظهره مظهر الإخلاص والورع والتقوى، ويصير وجهه يقطر إيمانا، ما يحتاج أحد يمدحه. يقول الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية في مدح السيد يوسف الحكيم ابن المرجع السيد محسن الحكيم، يقول عنه: إذا رأيته ذكرك وجهه بالآخرة. وهذا الإمام يمدح السيد يوسف الحكيم: إذا رأيته يذكرك وجهه بالآخرة. هذا رداء الإيمان، رداء العمل الصالح، رداء الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العمل رياء وسمعة ولغير وجه الله، يصير الرداء أيضا والعياذ بالله من طبيعة العمل، تشوف مظهر ولكن لا ترى في وجهه سيماء الصالحين وسيماء المتقين. بعض المفسرين يذهب إلى أن قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود مو هذه الثفنة السوداء التي تحدث في الجبهة، وإنما السيما سيماء الصالحين، سيماء الإيمان، روح الإيمان، نور الإيمان في وجه المؤمن. المؤمن يقطر وجهه بالإيمان وبنور الله سبحانه وتعالى، هذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ويحك يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل. ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن مفهوم العمل لوجه الله سبحانه وتعالى أن يكون لله خالص، ذلك العمل خالص لا يكون رياء ولا سمعة، وأن يعمل العمل يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، اعمل لله وحسب. وهذا هو المفهوم القرآني. القرآن دائما ركز على ذلك الثناء الثنائي الحضاري، الإيمان زائد العمل الصالح. لا يكون الإيمان مقبول إلا بالعمل الصالح، ولا العمل الصالح مقبول إلا، ولا يكون العمل صالحا أيضا إلا بماذا؟ بالإيمان. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين المتقين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم للسير على نهج أئمتنا الهداة المهديين، ويوفقنا للعمل بنصحهم ومواعظهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. ألا وإن أحسن الحديث وأبلغه كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.